في غزوة أحد الخطر كان محاصر المسلمين من كل مكان. المشركين كانوا على بعد خطوة واحدة بس لقتل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن طلحة فضل يدافع عن النبي. دافع طلحة ابن عبيد الله عن النبي بكل قطرة من دمه، ما كانش خايف من الموت قد ما كان خايف على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وأول لما رمى مالك بن زهير سهم على النبي تصدى للسهم بإيده عشان يبعده عن وجه النبي وتشلت إيده بعد كده. طلحة أخذ 75 ضربة وتقطعت صوابعه كلها في وسط المعركة، وكل ده كان فدا للنبي لحد ما المعركة خلصت. عن جابر ابن عبد الله قال: تفرق الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، وبقى معه 11 رجلا من الأنصار وطلحة. وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى شهيد يمشي على وجه الأرض فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله. طب مين هو طلحة بن عبيد الله اللي كان بيطلب القصاص لسيدنا عثمان رضي الله عنه لدرجة إنه لف على كل بلاد المسلمين عشان يجيب حق سيدنا عثمان لما طلب منه علي بن أبي طالب رضي الله عنه إنه يصبر؟ تعالوا نعرف مع بعض قصة طلحة بن عبيد الله من الأول. ولكن كالعادة قبل ما نبدأ حلقتنا، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل حلقات مسلسلنا. تاريخ ميلاد طلحة مش معروف بالظبط. البعض بيقول إن طلحة رضي الله عنه اتولد قبل البعثة النبوية بحوالي 15 سنة، وقبل هجرة النبي محمد عليه الصلاة والسلام بحوالي 28 سنة. في برضو اللي بيقول إن هو اتولد قبل هجرة النبي محمد عليه الصلاة والسلام بحوالي 26 سنة. اسمه بالكامل طلحة ابن عبيد الله ابن عثمان ابن عمرو ابن كعب ابن سعد ابن تيم ابن مرة ابن كعب ابن غالب القرشي التميمي، وكنيته كانت أبو محمد، بيجمعوا في النسب مع النبي صلى الله عليه وسلم جدهم مرة ابن كعب. طلحة كان كثيف الشعر حسن الوجه أبيض بيميل للحمرة. دخل طلحة مجال التجارة زي أكثر أهل قريش، وبيحكي إنه في واحدة من سفرياته لبلاد الشام في سوق بصرة بالتحديد لقى راهب بيسأل عن حد جاي من بلاد الحرم مكة. فقرب الراهب من طلحة وقال له: هل ظهر أحمد بعد؟ رد عليه طلحة: ومن أحمد؟ فقال الراهب: هذا شهره الذي يخرج فيه، وهو آخر الأنبياء، ومخرجه من الحرم، ومهاجره إلى نخل وحرة وسباخ، فإياك أن تسبق إليه. فقال له طلحة: فوقع في قلبي ما قال، فخرجت سريعا حتى قدمت مكة، فقلت: هل كان من حدث؟ قالوا: أهل مكة، نعم، محمد ابن عبد الله الأمين تنبأ، يعني ادعى النبوة، وقد تبعه ابن أبي قحافة. فأسرع طلحة لبيت صاحبه أبو بكر وسألوا: هل فعلا حصل اللي سمعه، وإن محمد ابن عبد الله أصبح نبي وهو اتبعه؟ ولما أجابوا سيدنا أبو بكر إنه فعلا دي حقيقة، أم حكاله طلحة رضي الله عنه عن اللي سمعه من راهب الشام. وكان طلحة ممن استجابوا لدعوة الصديق أبو بكر للإسلام، وطلب منه يروح معاه للنبي صلى الله عليه وسلم. فذهب إلى رسول الله وأخبر طلحة رسول الله بما قال الراهب، فسر رسول الله وأعلن طلحة إسلامه. وبكده يكون طلحة ابن عبيد الله من أول 8 دخلوا الإسلام، واللي أسلموا على إيد أبو بكر الصديق رضي الله عنه. لما نوفل ابن خويلد واللي كان بيعرف بأسد قريش عرف بخبر إسلام أبو بكر وطلحة، ربط طلحة هو والصديق في حبل واحد، وكان معروف عن نوفل القسوة والقوة لدرجة إن مفيش حد من بني تميم منعوا عنهم. وعشان الواقعة دي كان طلحة هو وأبو بكر لقبهم القرينان. طلحة كحال أغلب المسلمين الأوائل اتعرض للاضطهاد في بداية إسلامه، وده كان على إيد أمه اللي كانت بتكتفه وتسبه قدام الملأ من الناس، وده كان قبل دخولها الإسلام. قال ابن إسحاق: فأسلم على يديه، يقصد أبو بكر، فيما بلغني الزبير بن العوام وعثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف، فانطلقوا حتى أتوا رسول الله وسلم معهم أبو بكر، فعرض عليهم الإسلام وقرأ عليهم القرآن وأنبأهم بحق الإسلام وبما وعدهم الله من الكرامة، فآمنوا وأصبحوا مقرين بحق الإسلام،
فكان هؤلاء النفر الثمانية الذين سبقوا إلى الإسلام فصلوا وصدقوا رسول الله وآمنوا بما جاء من عند الله. ولما أسلم طلحة آخى النبي بينه وبين الزبير بن العوام في مكة قبل الهجرة للمدينة، ولما اشتد أذى أهل قريش للنبي والمسلمين وبدأت الهجرة للمدينة، هاجر طلحة رضي الله عنه وترك كل شيء ليه في مكة وقتها، وكان عمره وقتها 28 سنة. استقبله في المدينة صديقه الصديق أبو بكر رضي الله عنه وألبسه الملابس البيضاء، وفي المدينة نزل على أسعد ابن زرارة وآخى الرسول بينه وبين أبي أيوب الأنصاري، وفي مصادر قالت إن الرسول آخى بينه وبين كعب بن مالك، ومصادر تانية قالت إنه آخى بينه وبين سعيد ابن زيد، واتقال برضو ما بينه وما بين أبي كعب ابن قيس. وروي إن النبي محمد اختار لي مكان بيته بنفسه، فعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: جعل رسول الله لطلحة موضع داره. واستقر طلحة رضي الله عنه في المدينة. وقت غزو بدر طلحة لم يشترك فيها لأنه كان في الشام، ربما بقافلة تجارية، وربما حسب بعض المصادر التانية كان النبي صلى الله عليه وسلم أرسله عشان يتحسس أخبار الشام، واللي بيقولوا الرأي ده بيستدلوا بأنه لما رجع للمدينة أعطاه النبي سهمه، نصيبه يعني، من غنائم الحرب، وده معناه أنه احتسبوا من المجاهدين فيها، وده يتفهم منه بوضوح أنه خرج للشام بأمر النبي مش لمصلحة أو تجارة، عشان يتجسس على عير قريش، يعني قوافل قريش. نيجي بقى لأهم ما نعرفه عن طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه، وهو دوره العظيم في غزوة أحد. الصحابي الجليل ضرب أعظم مثل في حب النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد. تخيل معايا حد عمل نفسه درع قدام النبي يتلقى سهام المشركين في جسده ويفدي الرسول، لدرجة أنه أصيب حسب روايات البعض بأكتر من 70 جرح متفرق في جسمه دفاعا عن النبي الكريم. وقال في مدحه الصديق أبو بكر: ذاك كله يوم طلحة. وعن جابر بن عبد الله قال: لما كان يوم أحد وولى الناس، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية في 12 رجلا من الأنصار، وفيهم طلحة بن عبيد الله، فأدركهم المشركون، فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: من للقوم؟ يعني مين يراوغهم لحد ما الباقيين يفروا بالنبي للنجاة؟ فقال طلحة: أنا. قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: كما أنت. فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. فقال: أنت. فقاتل حتى قتل، ثم التفت فإذا بالمشركين، قال: من للقوم؟ فقال طلحة: أنا. فقال: كما أنت. وتكرر الأمر أكتر من مرة، إن أحد المحيطين بالنبي يشغل الكفار عن الباقيين، لحد ما استشهد 11 مقاتل من الصحابة، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم بالقتال، فقاتل بضراوة 11 معا، لحد ما تقطعت صوابعه كلها بضربة من ضربات المشركين، فقال: حس، وهو لفظ بيتقال مع الألم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت بسم الله لطارت بك الملائكة والناس ينظرون إليك. قول النبي ده معناه إن اللي عمله طلحة كان عظيم، فبيحفزه إنه طالما اجتهد وصبر يكمل عمله والتجاؤه لله. هنا عشان نفهم القول ومقصده لازم نكون فاهمين الموقف وفاهمين بلاغة اللغة والتعبير كويس، وما ناخدش اللي ممكن يفتكروا القارئ السطحي اللي معناه إنك جيت بكلمة وخسرت حاجة كبيرة كانت هتحصل. لا خالص، المعنى مش كده، لأن هنا أسلوب كلام الرسول هو أسلوب ترغيب مش لوم وتقريع، يعني غرضه الحث والتحفيز والتشجيع وتوضيح إنك يا طلحة بعملك الكبير أنت قريب قوي من ربنا، فما تزعلش من إصابتك. الرسول بعدها كان عايز يطلع على صخرة وما كانش عارف يطلع، فشاله طلحة على ظهره، فقال له سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: أوجب طلحة. وبعد ما خلصت المعركة طلحة أغمى عليه تماما، فأمر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق وأبو عبيدة بن الجراح بأنهم يعالجوا جروحه. وبيقول أبو بكر الصديق: كنت أول من جاء يوم أحد، فقال لي رسول الله ولأبي عبيدة بن الجراح: عليكما صاحبكما. يريد طلحة وقد نزف، فأصلحنا من شأن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم آتينا طلحة في بعض تلك الجفار، فإذا به 70 أو أقل أو أكثر بين طعنة وضربة ورمية، وإذا قد قطعت إصبعه، فأصلحنا من شأنه. لما كان يوم أحد ارتجست بهذا الشعر: نحن حماة غالب ومالكي،
نذب عن رسولنا المبارك، نضرب عنه القوم في المعارك ضرب صفاح الكوم في المبارك. ومن صرف النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد حتى قال لحسان: قل في طلحة. فقال حسان: وطلحة يوم الشعب آسى محمدا، على ساعة ضاقت عليه وشقت، يقيه بكفيه الرماح وأسلمت أشاجعه تحت السيوف فشلت. وكان إمام الناس إلا محمدا، أقام رحى الإسلام حتى استقلت. وبيقول ابن موسى ابن طلحة عن دور أبوه في أحد: رجع طلحة يومئذ بخمس وسبعين أو سبع وثلاثين ضربة، ربع فيها جبينه وقطع نساه وشلت أصابعه التي تلي الإبهام. طيب، هل بعد ما صوابعه اتقطعوا توقف طلحة رضي الله عنه عن الجهاد؟ أبدا. في العام 9 هجريا حدثت معركة بين المسلمين والروم، وبسبب نقص الغذاء في وقت المعركة كان طعام الجيش وقتها هو كل جندي من الجيش ثمرة واحدة، وكان ممكن يشترك فيها اتنين من الجنود كمان. فتبرع طلحة بماله للجيش، وباع طلحة أرض لي كان يملكها بمبلغ 700,000 درهم، وساهم بكل المبلغ في الغزوة وتوزيع الأموال والطعام على فقراء المسلمين. فزي ما في الجهاد بالقتال، في كمان الجهاد بالمال، وكان جهاد طلحة رضي الله عنه فيها بماله. كمان كان طلحة بيراعي تفكير الناس وحبهم للمال، وكان بيشرح لهم دايما إن اللي بيعطي من ماله مش مخلوق مختلف عنهم، بالعكس هو بيكون جواه نفس اللي جوا الناس اللي بيبخلوا في عطائهم. الفرق بس إن الكريم بيجاهد نفسه وبيصر يطلع من ماله لله، وده كان تشجيع كبير جدا للناس إنهم يجاهدوا نفسهم ويفهموا إن بديهي إن يكون جواهم شوية زعل على فلوسهم، بس دورهم بقى إنهم يقاوموا ويشدوا على أنفسهم عشان يخرجوا المال لصالح مجتمعهم. وكان طلحة رضي الله عنه دايما بيقول: الإحسان إلى الخادم يكبت الأعداء، ورغم سيرة الصحابي الجليل العطرة وشهادته الطيبة لغيره. عند وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم تأثر جدا طلحة بن عبيد الله، واستمر بعد وفاة النبي على الإنفاق في سبيل الله، وكان بيرسل كل عام للسيدة عائشة رضي الله عنها مبلغ 10,000 درهم لتوزيعها على فقراء المسلمين. وفي فترة خلافة أبو بكر كان من الصحابة الداعمين لقيام دولة إسلامية هو طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، وكان كمان جميل الشهادة لغيره من صحابه، بيعطي كل واحد حقه. فمثلا شهد لابن عباس إن ربنا رزقه الفهم والعلم في أحكام الدين أكتر من غيره، وبالمثل لكل صحابي آخر كان يشهد لي بمميزاته. من أهم مميزات طلحة رضي الله عنه إنه كان صادق النصيحة، يتوخى صالح المؤمنين حتى لو عارض الصحابة المقربين في جرأة وصراحة. ومثال على ده ما رواه البعض عن طلحة فيما يلي: قبل وفاة أبو بكر رضي الله عنه، لما عرف سيدنا طلحة ابن عبيد الله إن سيدنا أبو بكر استخلف عمر بن الخطاب، فخاف على الناس من شدة عمر، فراح لأبو بكر وقال له: استخلفت على الناس يا عمر؟ وقد رأيت ما يلقى الناس منه وأنت معه، فكيف به إذا خلى بهم وأنت لاق ربك فسائلك عن رعيتك؟ يعني بيقول لسيدنا أبو بكر وهو من هو: أنت يا أبا بكر ربنا هيحاسبك على إنك وليت على الناس حد شديد عليهم زي عمر بن الخطاب. فجلس أبو بكر وكان مضطجعا، وقال أبو بكر لطلحة: أبي الله تخوفني، إذا لقيت الله ربي فسألني قلت استخلفت على أهلك خير أهلك. طبعا سيدنا أبو بكر كان حازم في رده عليه، وقال له إنه لو سألوا الله عن رعيته هيكون جوابه إنه استخلف على أهل الله خير أهل الله، يعني أحسن من فيهم. طبعا بنشوف في موقف زي ده بوضوح عظمة الصحابة في الخلاف وصدق مقاصدهم في صلاح المجتمع بدون اعتبار لأي شيء غير تقوى ربنا في الناس. في فترة خلافة عمر كان طلحة ونعم الصحابي، وكان طلحة من أصحاب الشورى الستة اللي اختارهم الخليفة عمر بن الخطاب. فقبل وفاة عمر بن الخطاب وصى إنه يكون أمر الشورى بعده في ستة كان راضي عنهم النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته، وهم عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص، ورفض يسمي حد بنفسه، وأمرهم إنهم يتجمعوا في بيت واحد فيهم ويتشاوروا
وكمان أمر بحضور ابنه عبد الله بن عمرو من أهل الشورى عشان ينصحهم. أوصى صهيب بن سنان أنه يصلي بالمسلمين لثلاث أيام لحد ما يقرروا، وبعدها مات عمر بن الخطاب بعد ثلاث أيام من الطعنة اللي تعرض ليها، واتدفن يوم الأحد أول محرم سنة 24 هجرية، واتدفن في الحجرة النبوية جنب أبو بكر الصديق وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد دفن عمر بن الخطاب راح أهل الشورى عشان يجتمعوا في بيت السيدة عائشة بنت أبي بكر، وفي مصادر بتقول إنهم اجتمعوا في بيت فاطمة بنت قيس الفهرية أخت الضحاك ابن قيس. ولما اجتمع أهل الشورى قال لهم عبد الرحمن بن عوف: اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم. فقال الزبير: قد جعلت أمري إلى علي. وقال طلحة: قد جعلت أمري إلى عثمان. وقال سعد: قد جعلت أمري إلى عبد الرحمن بن عوف. وأصبح المرشحين الثلاثة علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف. فقال عبد الرحمن بن عوف: أيكما تبرأ من هذا الأمر فنجعله إليه، والله عليه والإسلام، لينظرن أفضلهم في نفسه. فأسكت الشيخان. فقال عبد الرحمن: أفتجعلونه إليه؟ والله علي ألا آل عن أفضلكم. قال: نعم. وراح عبد الرحمن بن عوف يستشير المسلمين، وبعد صلاة صبح البيعة في اليوم الأخير من شهر ذي الحجة سنة 23 هجرية أعلن عبد الرحمن البيعة لعثمان بن عفان، وقال: أما بعد يا علي، إني قد نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان، فلا تجعلن على نفسك سبيلا. ثم توجه عبد الرحمن مخاطبا لعثمان: أبايعك على سنة الله ورسوله والخليفتين أبي بكر وعمر من بعده، فهل ترضى بذلك؟ فقال عثمان: نعم. فبايعه عبد الرحمن، وبايعه الناس المهاجرون والأنصار وأمراء الأجناد والمسلمون. كان طلحة أول واحد بايع عثمان بن عفان، وبايعه في مجلس الشورى، وحضر فترة خلافة عثمان بن عفان، وعند حدوث الفتنة كان من أنصار عثمان بن عفان، ولما تقتل عثمان ندم إنه ما نصرهوش، وأراد أن يأتي بقصاصه على الفور. بعدها بايع علي بن أبي طالب، واتقال إن أول من بايعه كان طلحة بيده اليمنى، وكانت شلاء من يوم أحد. وبعد ما بايع علي بن أبي طالب طلب منه طلحة والزبير إنه يعجل من القصاص، واقترحوا عليه إنه يخرج للبصرة والكوفة، وقال طلحة: دعني، فلا آتي البصرة فلا يفجئوك إلا وأنا في خيل. وقال الزبير: دعني آتي الكوفة فلا يفجئوك إلا وأنا في خيل. فأمرهم علي بن أبي طالب بالصبر. وبعد مرور 4 شهور من قتل عثمان خرج الزبير وطلحة معتمرين لمكة، وقابلوا عائشة بنت أبي بكر، وكان وصولهم لمكة في ربيع الآخر سنة 36 هجرية، ودعوا الناس إنهم ياخدوا بطار سيدنا عثمان رضي الله عنه. وبعدها قرروا يخرجوا للبصرة والكوفة ويستعينوا بأهلها عشان قصاص عثمان، وبعدها يدعو أهل الأمصار ليهم. ولما وصلوا البصرة بعت لهم وإلى البصرة عثمان بن حنيف الأنصاري يسألهم عن سبب حضورهم، وبعت لهم عمران بن حسين وأبو الأسود الدؤلي، وراحوا للسيدة عائشة فقالوا: أميرنا بعثنا إليك نسألك عن مسيرك، فهل أنت مخبرتنا؟ فقالت السيدة عائشة: والله ما مثلي يسير بالأمر المكتوم ولا يغطي لبنيه الخبر إن الغوغاء من أهل الأمصار ونزاع القبائل غزوا حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحدثوا فيه الأحداث وآووا فيه المحدثين واستوجبوا فيه لعنة الله ولعنة رسوله مع ما نالوا من قتل إمام المسلمين بلا طرة ولا عذر، فاستحلوا الدم الحرام فسفكوه وانتهبوا المال الحرام وأحلوا البلد الحرام والشهر الحرام ومزقوا الأعراض والجلود وأقاموا في دار قوم كانوا كارهين لمقامهم ضارين مضرين غير نافعين ولا متقين لا يقدرون على امتناع ولا يؤمنون، فخرجت في المسلمين أعلمهم ما أتي هؤلاء القوم وما فيه الناس وراءنا وما ينبغي لهم أن يأتوا في إصلاح هذا، وقرأت: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ننهض في الإصلاح ممن أمر الله عز وجل وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصغير والكبير،
والذكر والأنثى، فهذا شأننا إلى معروف نأمركم به ونحضكم عليه، ومنكر ننهاكم عنه ونحثكم على تغييره. وراحوا لطلحة وسألوه: ما أقدمك؟ قال طلحة: الطلب بدم عثمان. قالا: ألم تبايع عليا؟ بلى والسيف على عنقي، وما أستقيل عليا إن هو لم يحل بيننا وبين قتلة عثمان. وبعدها راحوا للزبير وسألوه: ما أقدمك؟ قال الزبير: الطلب بدم عثمان. قالا: ألم تبايع علي؟ قال الزبير: بلى والسيف على عنقي، وما أستقيل عليا إن هو لم يحل بيننا وبين قتلة عثمان. وشاف عثمان بن حنيف إنه يمنعهم من دخول البصرة لحد ما يجيء علي بن أبي طالب، فقام طلحة والزبير يتكلموا مع أنصار المعسكرين، فأيدهم أصحاب الجمل ورفض أصحاب عثمان بن حنيف. وبعدها قامت عائشة تخطب في المعسكرين، فاقتنع أصحاب الجمل وانحاز ليها فرقة من أصحاب عثمان بن حنيف، وجي حكيم بن جبلة العبدي، وكان من اللي قتل عثمان وسبوا السيدة عائشة، وقتل كل من أنكر عليه ذلك، فقامت الحرب، وقتل حوالي 70 واحد من اللي شاركوا في قتل عثمان، وقدر الزبير وطلحة إنهم يسيطروا على البصرة. وراح الزبير لبيت المال وأطلق سراح عثمان بن حنيف، ولما وصل علي بن أبي طالب لذي قار بعت الرسل بينه وبين طلحة وبين الزبير وعائشة، وبعت القعقاع بن عمرو ليهم وقال لعائشة: أي أماه، ماذا أقدمك هذا البلد؟ فقال: أي بني، الإصلاح بين الناس. فسعى القعقاع بن عمرو أنه يصلح بين الفريقين، ولما رجع القعقاع لعمرو وقال له اللي عمله، رحل علي ونزل بحياهم. ولما نوى الرحيل قال علي بن أبي طالب: ألا وإني راحل غدا فارتحلوا، ألا ولا يرتحلن غدا أحد أعان على عثمان رضي الله عنه بشيء في شيء من أمور الناس، وليغني السفهاء عني أنفسهم. ولما قال كده اجتمع جماعة من قتلة عثمان زي الأشتر النخعي وشريح بن أوفى وعبد الله بن سبأ، وقال الأشتر: قد عرفنا رأي طلحة والزبير فينا، وأما رأي علي فلم نعرفه إلى اليوم، فإن كان قد اصطلح معهم فإنما اصطلحوا على دمائنا، فإن كان الأمر هكذا ألحقنا عليا بعثمان، فرضي القوم منا بالسكوت. وقال عبد الله بن سبأ: يا قوم، إن عيركم في خلطة الناس، فإذا التقى الناس فأنشبوا الحرب والقتال بين الناس، ولا تدعوهم يجتمعون، فمن أنتم معه لا يجد بدا من أن يمتنع. فقامت الحرب بين الطرفين، وحاول طلحة يوقف القتال، فقعد يقول وهو على دقبته: أيها الناس أنصتوا، فمحدش سمع كلامه. أفا فراش النار وذباب طمع. وقال: إنا داهنا في أمر عثمان، فلا نجد اليوم أمثل من أن نبذل دماءنا فيه، اللهم خذ لعثمان مني اليوم حتى ترضى. وقام كعب بن سور ومعاه المصحف وفضل يكلم الفريقين إنهم يوقفوا القتال لحد ما اتقتل، فكان طلحة هو أول قتيل، واتقال إن السهم أصابه في حلقه، وقال: بسم الله، وكان أمر الله قدرا مقدورا. وقتل طلحة في معركة الجمل، ويقال إنه مات في أوائل الستينات من عمره، واتدفن في الوصرة، ومات من قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى شهيد يمشي على وجه الأرض فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، رحم الله طلحة ابن عبيد الله.